إذن نستقبل مباشرة من العاصمة الأردنية عمان محمد حواري، الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الورد، ويجعل يوم جديد بأمل جديد، يعني أن يكون لنا نصيب من هذا المسمى. شكرا. يسعدك يا رب، شكرا. يعني جميل جدا أن يكون هناك بازار يدعم السوريين اللاجئين في الأردن. البازار الصيفي احتوى على أكثر من 32 منصة لبيع مختلف المنتجات اليدوية اللي بيقدمها اللاجئين. يعني حابين نتكلم أكثر وبتوسع، طبعا احنا شفنا تقرير، ولكن من خلال حضرتك نعرف شو هي أبرز المنتجات الموجودة بهذا البازار. هو مثل ما تفضلت في التقرير، انه هذا من التمكين للاجئ بحيث انه يتحول الى انسان منتج ويشعر بانتمائه الى البلد الذي يستضيفه فيه خلال ازمه اللجوء، حتى يعود ان شاء الله غانم وسالم الى بلده ان شاء الله. المنتجات اللي انتجت هي بالغالب منتجات يدويه، يعني اللي كانت تعرض سواء اذا كانت لوحات فنيه او منحوتات او من الاشياء اللي هي الفنيه، لكن ايضا هناك منتجات تتعلق بالمواد الغذائيه والصابون وغيره. والشيء المختلف والمميز اللي في منسوجات وصلت من جودتها انها تباع في افضل المحلات في دول اوروبيه، يعني في احد المنتجات هو يوجد يعرض في لندن في احد اشهر المحلات هناك. نعم. يعني هاي نقله كبيره، انه اللاجئ ليس مجرد انه المراه او الرجل، سواء كان انه الخياطه اللي بيخوطها في البيت او الشيء اللي بيتقنه انه هو شيء فقط من باب المساعده، وانه شيء غير لا يوافق الجوده المطلوبه. نعم. اللي اليوم وصلنا اليه من خلال تعزيز وتمكين هؤلاء اللاجئين عبر السنوات هذا البازار الثاني، سواء بازار الشتاء في السنه الماضيه نهايه العام الماضي 2017، واليوم هذا بازار الصيف اللي هو اكبر موسع، اللي هو برعايتنا واشرافنا مباشر، عدا اللي من خلال المراكز المجتمعيه. احنا عندنا 23 مركز مجتمعي منتشره في الاردن بتدعم هذا الشيء وبتطور وبتدرب، ومن خلال هذا التدريب والتطوير وصلوا اللاجئين الى منتجات اصبحت فعلا راقيه. يعني الناس بتبحث عن متى بيكون في موسم انه يكون في بازار او يستطيع التواصل مع هؤلاء اللاجئين حتى يشتروا هذه المنتجات الفاخره. نعم. يعني مش شيء، بتعرفي مصطلح دائما عندنا في العالم العربي الاسر المنتجه، فبيكون المنتج اللي بيسويه الاسره المنتجه يعني هو بالكفاف، يعني الشيء البسيط جدا، وبيكون سعره من باب مساعده هذه الاسره. لكن اليوم احنا وصلنا الى انه يكون هذا المنتج فعلا مطلوب ومرغوب وسعره قيم، وليس من باب الاحسان لكن من باب فعلا انه هذا المنتج يستحق الشراء وهذا اللاجئ فعلا يتقن هذا العمل. نعم. استاذ نطمح ان شاء الله السنه ما بعد ذلك انه تكون تفضل. نعم، يعني بدنا نتكلم بس شوي عن الجانب النفسي للاجئين، يعني اكيد هن اشخاص بنعرف نحن كلهم انه يعني مرقوا بظروف كثير صعبه وتركوا بلادهم بيمكن ظروف اكيد ما حدا بيحسدهم عليها. اليوم وقت ينعمل هيك بازارات او هيك معارض، قد ايه بترجع يعني بيرجع هذا الموضوع يمكن بيعزز لهم شوي الثقه بالنفس، ويمكن بحسوا حالهم انه هن اشخاص غير مهمشين باي مجتمع تواجدوا فيه. بكل تاكيد التقرير اللي انتم عرضتموه كان في شهاده من احد الشهادات لاحد السيدات ذكرت ايش؟ انه من خلال هذا البازار تعرفت على اخرين. مجرد انها تتعرف وتكسر هذا الحاجز والناس يعرفوها ويعرفوهم، شعورهم بالانتماء للمكان اللي فيه انه الغاء فكره المنفى، هاي بحد ذاتها كافيه. لما تحس انك انت انسان قيم ومنتج، انه الناس بتقدر ما تصنع، انه لك وجود، الاعتراف بوجودك هذا بحد ذاته كافي. احنا كمفوضيه وانتم كاعلام دائما لما نتكلم عن القضيه دائما بنحكي هؤلاء اللاجئين ونشير لهم باللاجئين، لكن هذا الشيء خلينا نحكي عنه اخباريا وفي التقارير، لكن المفروض في الحياه العاديه انه هم مثلنا مثلهم. يعني هذا الكلام النظري، لما يجي شيء زي البازار هذا بيحول هذا الكلام النظري الى شيء واقع، ان هؤلاء هم ناس مثلنا مثلهم، بل هم عندهم مهارات نتمنى ان نتقنها. يعني في افتتاح البازار لما يجيك واحد عازف على الكمان او واحد عازف على السكسفون او على العود او على الجيتار وعنده موهبه فنيه عاليه جدا، في واحد من الشباب اللي كانوا موجودين في المعرض هو رسام وحلاق وموسيقي. حلو. يعني ثلاثة مواهب أنت بتشوف فيه شيء جميل جدا، فلما يشوف الناس بتقدر هذا الشيء فيه تعزيز الثقة في الداخل أنه هو إنسان له وجود، أنه إنسان هو يستطيع الوقوف على ذاته، أنه ما بيحتاج
كما هي الصورة النمطية، نعم أن نعم اللاجئ ويقفون في طوابير الخبز حتى يأخذوا على المساعدة، لكن هم ناس منتجين ويستطيعوا الإبداع. هذا بيكسر حواجز كبيرة جدا، بيعزز وجودهم وبيجعلهم يؤمنوا إيمان كامل أنهم هم من سيعيدوا بناء أوطانهم. طيب حضرتك، يعني مع وجود النماذج الجميلة من المواهب ووجود الإبداع، فعلا في مشاريع بتعمل عليها المفوضية السامية لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات؟ المخيمات بسكن فيها فقط 20% من اللاجئين. نعم المنتجات اللي شفتيها في منها كثير جاي من المخيمات، من خلال شراكات مع منظمات موجودة سواء كانت دولية أو محلية. هذه الشراكات أنت يعني عززت هذه المهارات لدى اللاجئين، وعززت هذه الأشياء من قبل. الآن صيانة المأوى في داخل المخيم، مثلا في مخيم الأزرق احنا في مشروع شغال صار له فترة، اللي هي توسعة المأوى بحيث انه يصير في مطبخ مستقل مع تهوية خاصة مع غيره. من صممه؟ اللاجئين. مين نفذه؟ اللاجئين. حلو. أشرفت عليه منظمة وعززته، لكن بأيديهم. شبكة الكهرباء اللي هي تعطي الطاقة الشمسية في المخيمين، العمالة بأي أيدي؟ صحيح أنه توجد عمالة أردنية مهندسين، لكن أيضا توصيلها إلى المخيم إلى داخل الهاي كانت تدريب للاجئين، واشتغلوا بأنفسهم وهم نعم اللي تقاضوا الأجر. يعني صار أنه في عملية تجارية مشرف عليها، لكن أنه هم صاروا في السوق. لما يصير في صيانة خاصة بالصرف الصحي، أنه هم بأنفسهم. في الزعتري كان أول ما بلش مخيم الزعتري كان خيم، هذه صح. الخيام انتهت. القماش اللي موجود في هذا الخيم والأعمدة الألمنيوم اللي في الداخل إيش صار فيها؟ صافنا حولوا هذه ولا شيء الأعمدة ثاني. الألمنيوم إلى ألعاب أطفال، وهذه القماش تحول إلى شنط فاخرة جدا. هم فعليا هذا ما إنك أنت بيستنوا الدعم، تعزز يعني معنى كلام حضرتك انه هو فعلا اذا كان في اي مشاريع موجوده هم كلاجئين ما بيستنوا حتى يتم تطبيقها، هم بيسعوا لحتى يطبقوها. طبعا هم على فكرة الناس بيحبوا الحياة. إذا فتحنا لهم المجال هم منتجون، إذا وريناهم الطريق الصحيح. من الأشياء اللي بتصير دائما في الأزمات، أول ما تصير أزمة لجوء، البوصلة اللي في داخل عقل الإنسان في توجهه بتضيع، بتختلف، لأنه فقد وطنه. ما في أصعب من فقدان الوطن. نعم أكيد. لكن أنت لما تضعيه على خارطة الطريق واضحة وتعززي فيه هذا الشيء، هو سيبدع من ذاته، لأنه أصلا مرارة الفقدان بتنتج أشياء نعم جدا جميلة. نعم استاذ بيحاول محمد، أنه هو يعزز هذا الفقد اللي فقده. نعم نعم يعني بس بشكل سريع لو سمحت، يعني قد ايه فينا نقول انه في مبادرات اليوم عم تدعم اللاجئين، خاصه يعني انه لتوفر لهم ابسط سبل العيش بالظروف الصعبه اللي هن هلا عم بيعيشوا فيها، يعني بتخليهم كمان يمكن يقدروا يكفوا حياتهم مطرح ما هن موجودين. تكفي المبادرة الكريمة في داخل الأردن اللي فتح مجال تصاريح العمل بأن يكونوا في سوق العمل. نعم اليوم احنا تعدينا 100,000 تصريح عمل مع في أيادي اللاجئين، هذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا. كل الشركات اللي بتحاول تشغل لاجئين تحصل على مساعدات دولية، سواء كان في تسهيلات في التصدير أو في الاستيراد أو في الرسوم الجمركية. بالتالي أصبحت الشركات تحاول أن توظف لاجئين. حتى توظف اللاجئين يجب أن تدربهم، لما تدربهم بتصقل مهاراتهم، بتسمح لأبنائهم بأن يحصلوا على تعليم خاص، بحيث أنه مثلا ربة المنزل نعم راح تغيب عن أطفالها، الأطفال نفسهم، فصار في سلسلة نعم يعني هرمية من المصلحة لتدريب هذا اللاجئ بأن يتقن، حتى أولاده الصغار بيكونوا في حضانة بيستفيدوا من هذا المشاريع. أكيد طبعا. المبادرات في هذه مبادرات رسمية، بالإضافة إلى المبادرات الخيرية من خلال المجتمعات، من خلال المراكز المجتمعية المنتشرة في الأردن. اليوم 23 مركز مجتمعي فاعل في داخل الأردن، ونسعى إلى أكثر من ذلك. هذه إن بحد شاء الله ذاتها بتعزز أكيد طبعا وبتطور هذه أستاذ المهارات. محمد، يعني إحنا بنتشكر وجودك وطرتك الحلوة معنا، كنت مباشرة معنا من عمان أستاذ محمد حواري الناطق الإعلامي باسم شكرا المفوضية لكم. السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتشكرك. شكرا.